هل التقارب بين إيران وروسيا يسبب حالة من القلق والتوتر بعض الشيء للاحتلال الإسرائيلي؟ بلا شك، يعني هي إيران ضر بالنسبة لإسرائيل، وأشبه ما يكون برجل له زوجتان يتنافسان في القرب منه. يعني إسرائيل تنظر إلى الولايات المتحدة بأنها مفروض تكون هي الجهة المدللة في الشرق الأوسط. ترى التحركات الأمريكية في الملف النووي الإيراني في إفساح مجالات على كل النفوذ إيراني في كل من سوريا وفي العراق وفي اليمن يقلق على كل الإسرائيليين، وبالتالي هذه حساسية موجودة. لكن الإمبراطورية الأمريكية صح التعبير قادرة على احتواء كل هذه المتناقضات. بطبيعة الحال الإمبراطوريات عندها ما يعرف بسياسات الاحتواء المزدوج، تستطيع أن تدير بعض الملفات عن طريق الإيرانيين وتستطيع أن تدير ملفات أخرى بواسطة أيضا الإسرائيليين. حاليا إيران طبعا في مواجهة الضغط الأمريكي تحاول أن تعزز علاقاتها مع المحور الروسي والمحور الصيني، وتبدأ على كل في التماهي مع هذه الحالة. روسيا أيضا تشعر بالقلق من الكيان الصهيوني تحديدا في علاقاته بالحالة الأوكرانية وما يمكن أن يسببه، وبالتالي أيضا هي تحاول أن تضغط الكيان الصهيوني بهذا الند اللي موجود الآن في المنطقة. نعم. وبالتالي نعم مقلق بالنسبة لها.